السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء. عدت إليكم في فيديو جديد. اليوم حلقة غير عن كل الحلقات، أستضيف في هذه الحلقة جدتي. كنت قبل يومين أنا عندي مشكلة احتقان في طبعا الزور وصعوبة في الكحة طبعا جافة كانت، فجدتي الله يعطيها الصحة قدمت لي مشروب. للأمانة أنا يعني انبسطت كثير من هذه الوصفة وأردت إني أنا أنشرها لكم بصوتها، يعني هي تقدم لكم هذه الوصفة البسيطة وسهلة جدا، يعني يمكن الجميع بيعرفها بس ممتازة جدا كمشروب في فصل الشتاء، لأنه إحنا في فصل الشتاء. هذا المشروب راح يفيدكم كثير، مفيد جدا، راح نتكلم عندنا في فوائد، ويعني راح أخليها هي بإيدها يعني تستعمل وتشرح لكم بداية الوصفة. جدتي، بداية المكونات اللي انت استعملتيها في هذه الوصفة، ايش هي المكونات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنصلي على النبي. في هان زعتر، بالضبط، ينسون، تمام بابونج، مرمية. تمام يعني اربع مكونات هي استعملت الزعتر البري واليانسون والبابونج والمرمية زي ما انتم شايفين. طبعا هي هذه المكونات الاربعة انا كنت قد شرحت في فيديوهات سابقة، مكونات يعني هي متوفرة في كل بيت صراحة، ولكن الفوائد كبيرة جدا وقوية، بتعالج الاحتقان، بتعزز الصحة، بتقوي المناعة، بتقضي على الكحة الجافة، وبتقضي على السعال الديكي في حال انه احنا استنشقناه. ستي توكل على الله، انت ابدي حضري لهم الوصفة. بنمسك البابونج وبنحطه في الماء الماء المغلي، المغلي والمرمية بنحطها على الماء المغلي واليانسون الزعتر البري، والآن اليانسون اليانسون ممتاز جدا يا جماعة للدم، طبعا تقوية الدم، نكهته للصحة بشكل شوي عام. هيك طبعا زي ما انتم شايفين هو عشان يخرط. هذا الماء المغلي، طبعا احنا ممكن فينا ان احنا نكمره لمدة 15 دقيقة نكمر شوي عشان يخرط. لحتى بس انه يعني المواد تتخلط مع بعض، واهم شيء انه نكمره، وبعدين فينا انه احنا طبعا نستعملها ككاسة وكمشروب. راح اغيب عنكم 15 دقيقة وأعود لكم في الفيديو. الآن إخوتي بعد 15 دقيقة من طبعا وضع المكونات معا في الماء المغلي زي ما أنتم شايفين بهذه الطريقة، وانتظرنا عليه، بدنا نضعه الآن في كاسة ونحط عليه السكر. تفضلي جدتي حضري المكونات. طبعا يا جماعة هذا المشروب ممتاز جدا في هذا الفصل، فصل الشتاء، يمكن استعمال هذا المشروب مرتين يوميا، ولو حد بده يعني يستعمل اكثر من مرتين في اليوم هذا ما في منه اي ضرر نهائيا، يستعمل للحامل والغير حامل، للكبير والصغير، وللاطفال ممتاز جدا. شايفين زي ما انتم شايفين بالنسبه للبخار، هذا ممتاز جدا البخار، يعني بفضلك ست شويه، هذا البخار ممتاز جدا لحاجتين. الحاجة الأولى للصدر، اللي عنده نهجة في الصدر يعني عنده اضطرابات في الجهاز التنفسي، لو استنشق هذا البخار وهذه يعني الأصعدة اللي بتطلع من هذه المكونات بتخفف وبتهدي الصدر حتى قبل النوم. بالنسبة كمان للي عندها مشكلة في البشرة، الأخوات اللي بيهتمن في البشرة والبذور، اللي بيهتمن في الثقوب في الوجه والشحوب، برضه لو استعملت كبخار ماسك بوضع غلاف هيك على الوجه برضه ممتاز جدا هذا الوصفة، يعني هي مفيدة بجميع الاتجاهات، وللجهاز الهضمي ممتازة جدا، لذلك أنصحكم بها. الآن ايش بنضع؟ سكر. طيب زي ما انتم شايفين يا جماعة حطيت سكر. اوكي، هذا هو المشروب باختصار، أتمنى يكون نال إعجابكم كثير، ممتاز، وهذا اللي صراحة أنا ستي يعني عالجتني فيه جدتي الله يخليها. زي ما انتم شايفين يا جماعة، إذا عجبكم هذا الفيديو يا ريت يا جماعة الكل يشاركه على شبكات التواصل الاجتماعي والواتساب كي تعم الفائدة لجميع المشتركين، وللناس اللي ما بيشوفوا هذا الفيديو كمان حتى يشوفوه ويدعوا لنا ويدعوا لكم وتعم الفائدة. نهاية أتمنى كمان تضغطوا على زر الاشتراك إذا كنتوا أول مرة تشاهدوا هذا الفيديو، وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا وضع على اللايك أسفل الفيديو كي تعم الفائدة، وانتظروني إن شاء الله بوصفات جديدة ومع جدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو.